دائماً ما يعيش القادة والزعماء في حالة من الخطر والاستنفار خوفاً من أن تطالهم يد الاغتيال. قيصر روسيا الرئيس فلاديمير بوتين بات محور حديث العالم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقد وصلت النار قبل أشهر إلى قبة مقره الرسمي، وقبلها واجه دعوات علنية أمريكية تطالب باغتياله. فكيف يحمي زعيم الكرملين نفسه؟ حراسة شخصية مشددة تحيط بالرئيس الروسي أينما حل، تضم هذه الوحدة 850 شخصاً. مسؤوليتهم الأولى والأخيرة هي حماية القيصر. يطلقون على أنفسهم لقب الفرسان، ويقول موقع بيوند روسيا إنهم اختيروا بناءً على صفات محددة تشمل علم النفس والقدرة على التحمل البدني وتحمل البرد والحرارة. وهم أيضاً مزودون بدروع خاصة ويحملون مسدسات فيكتور روسية الصنع التي تحتوي على رصاصات خارقة للدروع. وقبل سفر بوتين لأي وجهة تطلع تلك الفرق بمهام استكشاف وجهته قبل أشهر من الموعد المحدد، وتفحص المكان الذي سيقيم فيه وتثبت أجهزة تشويش لمنع تفجير القنابل عن بعد. حين يترجل بوتين من سيارته يحاط بأربع حلقات أمنية بدءاً من حراسه الشخصيين، وهناك آخرون مختبئون وسط الحشد وصولاً إلى القناصة القابعين على أسطح المنازل المحيطة. الخوف لا يكون من الجبهات الميدانية أو الرصاص الغادر فقط، بل إن حرص بوتين على حياته يتعدى ذلك حتى يصل إلى تعيين فريق مهمته تذوق كل وجبة تقدم لقائد روسيا كي يضمن عدم تعرضه للتسمم. وعلى مدار السنوات الماضية انتشرت أقاويل كثيرة تتحدث عن ظل لبوتين أو الشخص رقم واحد، فمن يكون؟ هو شبيه للقيصر أو بديل عنه، يحل محله ويقوم برحلات ولقاءات عوضاً عنه، بينما يقضي قائد السلطة الحقيقي معظم وقته في مخبأ محصن من الإشعاعات النووية. لكن بوتين نفى تلك الأقاويل تماماً، كما اعتبرها الكرملين مجرد كذبة أخرى.